بسم الله الرحمن الرحيم. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية بولندا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا الصديقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.